ولكن المسؤولون الروسيون يتحدثون الحقيقة يعني كل كام يوم بيتحدثوا عن أنه سنلجأ للحرب النووية أو الأسلحة النووية إذا هددت أو إذا شعرنا بتهديد لوجودنا. ميدييف قال الكلام ده وكان كمان ديمتري باسكوف قال الكلام ده. هم حددوا تحديدا يعني الخمس نقاط اللي أنا قريتهم هو يتعلق بمحو روسيا، يعني حاجة تتعلق ب الداخل الروسي، لكن استخدام الأسلحة النووية أو غير التقليدية في أزمة أوكرانيا أفتكر المجتمع الدولي لن يقبل، وستكون خسارة كبيرة لمن سيبدأ الهجوم بهذا الشكل. هو في، وده كان جزء برضو من فكرة سيناريو اللي هي اللي طرحه التايجر تيم بالنسبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان مع المجموعة اللي بتحاول تقرأ مشهد روسيا رايح فين. وهي الموضوع هو بدأ تبقى تستمر حرب تقليدية في فشل في تحقيق الأهداف الرئيسية التي طرحت في أول العملية أو الغزو، والآن في إعادة صياغة، وربما أن عودة الحديث عن وزير الدفاع الروسي ربما يكون قد أقنع الرئيس بوتين بأن العملية في بدايتها كانت في الأساس حول دونباس، أو أن احنا نربط شبه جزيرة القرم مع دونباس على البحر الأسود، وده يعتبر الممر اللي تحتاجه روسيا إلى فرض إرادتها إلى أن تتأكد من أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الأطلنطي ولن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الأطلنطيين أو يعيدوا سياسات تغييرهم تاني. دائما يقال يا دكتور أنه الأقوى على الأرض هو من يفرض أجندة طويلة الحوار بشكل أو بالتأكيد. بآخر بعد تراجع فكرة دخول إلى كييف من خلال تصريحات أنه الهدف ليس الآن الدخول إلى كييف ولكن السيطرة الكاملة على دونباس أو تحرير دونباس بشكل كامل من القوات الأوكرانية، إلى أي مدى هناك أسبقية الآن للطرف الأوكراني على طاولة الحوار، وهل هذا يغير من الأجندة برأيك تحديداً، وأنه زيلينسكي ما يقوم به الآن هو نشر لأفكاره بشكل أو بآخر أمام المجتمع الدولي من عربي لغربي لياباني ليهودي، يعني الحقيقة متحدث في كل البرلمانات يعني وكل البرلمانات، فهو بس هو لما اتكلم في برلمان إسرائيل لخبط، يعني لخبط الدنيا هناك، يعني هو ما كانش دقيق جداً. يعني أنا أتفق مع حضرتك في هذه النقطة، هو ان زيلينسكي الان بالفريق التفاوض بتاعه على فكره هو دلوقتي حاسس ان هو على الارض بيحقق نجاحات، يعني بقى على الارض بيحقق نجاحات. هل اتوقع ان المفاوضات كما اشرت قبل كده؟ لا، ما كانش موفق يعني في تحديد هو عايز ايه بالضبط من الروس، وروسيا مش عارفه عايزه بالضبط ايه من زيلينسكي غير ان هو يمشي، يعني ما يستمرش هو والقياده بتاعته. لكن يبدو أن زيلينسكي الآن في موقف تفاوضي أفضل يسمح له بأن هو ممكن المفاوضات لن تنجح، اللي هي دائرة بين الروس وبين الأوكرانيين، يعني في فشل متوقع، لأن أصبح الدعم الغير محدود من حلف الأطلنطي ومن زيارة بايدن، وكمان راح بولندا كمان على قرب الحدود مع طبعا بولندا مع روسيا، لا ده رسالة واضحة جداً بأن الأوكرانيين يأخذون دعم كبيرا، وما زالوا يتحدثون على أنهم سيؤلمون القوات الروسية في أوكرانيا، حتى لو أن العملية يعني في بعض الناس لسه بتشكك، فأن ربما القوات الروسية ما أعلنته في تحجيم أو تغيير أهداف العملية، ده مش مؤكد بالنسبة لهم، لكن هم مصممين على طرد القوات الروسية باعتبار أنها قوات غازية من وجهة نظرهم، وبالتالي أن استنزاف القوات الروسية مستمر، وهو يبدو لكل المشاهدين أن هناك استنزاف، وإلا شهر ولم يقدر الجيش الروسي على إنهاء هذه العملية، لا دي فيه أكيد حسابات خاطئة أعطت للأوكرانيين دفعة قوية، وقالوا يعني ده تاني جيش كشف في العالم وإحنا صمدنا قدامه شهر، فده معناه أنهم عندهم جانب معنوي كبير طبعا في المقاومة بالتأكيد.